السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي. ايوا، بديت لكم البنات هاد لا فيديو من هاد الشكل ديال البيج. لكم واحد الشكل ديال البيجامه غزال، كيحمق كيحمق. انا بعدا حمقوني هاد البيجامات هادو. يلا دخلوا، موديل جديد، طوب طوب طوب، شي حاجه كلاس. ومني كتلبسيها كتحسي براسك يا اختي كيوت. كتحسي اختي براسك كيوت. ما كيعجبني انا هاد الموديل هذا ديال الصيفات وبالسريويل. شوفوا البنات كي كتجي. ها هي البنات، ها انتم حليت لكم الاولى ديال بالصيفات، وفي هذاك الكول فدوز في هذاك الخطيط في الاحمر، هابط هكا في الكول وفي ليديدات، وكتجي في الصيف. كيجي في الصيفات بحال هكا، كنوريكم. ها انتم البنات، هذه هي الزواقه ديالها، وفيها واحد الجويه بجهه السدل حتى هو صغيور، ودايز بداك الخطيط في الاحمر. ها شي اختي، يا سلام. عرفتوا البنات غزال، هاد البيجامه كتحمق ما شاء الله. بنات فيها كاع لي طاي، فيها الاس، الاس، الال، الام، الاكس ال، دوبل اكس كاع. ايوا البنات، فيها هاد اللوين هذا، كيجي بهذا الشكل هذا، وفيها كتجي سامبل، كتجي غير بالبيض والكحل. حتى داك الخطيط في الاحمر كيكون بعض الاحمر كيكون فيه، كيكون بيض خطيط في البيض. صافي، هاد اللوينات البنات اللي فيها غير جوج لوينات. عرفتوا البنات غزاله، والثمن ديالها مناسب. فن فن فن، عجبتني، وانا نقول غنشاركها معاكم، تاخذوا فكره وتشوفوا، تشوفوا الشكل كي داير. هانتوما البنات، كنوريكم السريويل ديالها. السريويل ديالها حتى هو كيجي هكا هابط، ما محزومش من التحت، بالعكس مطلوق، ما محتاجش اكثر. ولاو كيديروا دوك السراول محزومين من التحت، كاين اللي ما كيبغيش. هذه البنات ما محزوم ما والو، بالعكس كتجي هابطه، كتجي زوينه في اللبسه صراحة. أنا قيصة كتجي خطيرة 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 خطيرة. ها هو عاوتاني العشاق الأسود والأبيض. ها نتوما البنات، ها هي في البيض والكحل. كي قلت لكم الخطيط دايز في اللوين ديالو في البيض، وكاين هذا جوج لوينات فقط، هادشي اللي فيها البنات. كنتمنى تكون. أهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، عامين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتوما كتشوفوا لا فيديو ديالي. إيوا البنات، هاد الفيديو إن شاء الله نبداو اختي في الصالة. اختي غنبدا نخمل الصالة الصراحة البنات، ملي غنخملها على حقاش غنبدل الطليمطات، غنحيد هادو، غنحيد دابا المشكلة. غنحيد هاد الخدات، غندير من الطليمط، ماشي طليمط جداد، غير طليمطات عاديين عطاتهم ليا ماما. والمشكلة ماما عندها مخدات الكبار، انا عندي هاد الخديات صغيورين. دابا غنديهم للمعلم، غنحيد هاد المخاد باش يصاوب ليا وحدة كبيرة. راكم عارفين دوك المخدات الكبار، هادو هانتوما البنات راه صغيورين. صافي قلت لكم غنحيد هاد الشيء، طليمطاتي اختي، طليمطاتي. صافي اختي، بارك عليا، طلعوا ليا في راسي الضيباني بهم البنات. دابا نعاود لكم علاش راكت انا غنفناوي الفراش، وكنت ناويه نبدل. ايوا اختي الخير في المكتبه، تبا والله. صافي كي قلت لكم البنات غنبدل الطليمطات، دابا غندوز نحيد الطلامات، نحيد الخديات، وغنجمع داكشي باش دابا صافي حتى نوجد داكشي باش يديني راجلي عند هذاك الطابيسري اللي غيصاوب ليا الخديات. وصافي وعاد اختي نشوفو الجديد ونبدلو. واقيلا البنات الحصيره صافي غنحيدها في خطره. صافي الحصيره ما بقيتش بغيت، ما بقيتش بغيت نشوفها. صافي غنبدل شويه الديكور اختي، راه عينينا شي ضرونا حنا اختي، العيره طلع عزيز علينا الجديد. كي قلت لكم البنات غير طلعت تحيد ماما فرشات الصاله، وقالت لي هاكي بدلي هادو. ايوا واش بان لكم البنات، ياك هاني عادي زعما اختي قبلوا عليا. اختي قلت اللهم نبدل، نبدلو شويه الديكور. صافي الريدو تا هو خصني نحيدو باش نصبنو. شنو عاوتاني؟ صافي هذا البنات، هذا لاناب، هذا ماشي لاناب، هذا البنات غير محميه دايره ليه على وديت الضوء بلا. وصافي غنحيدو البنات حيت خديت لاناب، خديت واحد لاناب غنفرشو تاع الاخر ماشي دابا. صافي وهنا كاينين البنات الزرابي، جا مع الزرابي هنايا، حطاهم هنايا حتى نفرش. باقي لي بيت البلاد، باقي يا اختي تابعنيش لا توها ما يدار، تابعاني تماري يا اختي. ايوا ماشي مشكل، ملي كيكون التبدال والتغيير كيكون عندنا سبحان الله الحماس والطاقة الإيجابية كتبغيها مفوقاش تبدلي. هانتوما البنات صافي جمعت الدنيا كاملة، غير مخاد زعما صافي، هما المخدات كاملين هنا. باقي ليا هادو، عرفتو كترو كترو المخاد كترو، باقي ليا هاد الطلميطة تيحلها راجلي، عرفتو واحد درت ليها واحد العقدة ما نقوليكمش، مبغاش تحل. صافي الطلميطات هاما، جمعت هادشي كامل هنا، هادشي كلو غادي يخرج دابا شويه. صافي هانتوما شتو،
الطليمطاج، واش ماشي غير شي حويجات ديال الدراري الصغار نحيدهم وغنبدا التنظيفات. غندوز ضروري غنخمل هنا الصاله، ما حدي محيد هذا الشيء، نمسح شويه الغبره كنت غنحيد الريدو، ولكن حيت باقي ما نصبناش مع الجاج كيبين حتى الاخر، نخليه هو الاخر حيت غير كنرقدوا ليله في جافيل. ايوا هذا ما كان البنات، يلاه خليكم معايا نجمع هاد الزرابيات، غير نقادهم راه باقي ما فرتش بيت الكلاص وبيت النعاس، باقي كلشي محيده له الزرابي. ايوا هنا الالعاب، كروسه، طوموبيل، لوجين، راه مضيقين علينا خاصهم بالكم. ايوا البنات كي قلت لكم انتم اختكم راه غارقه في المعمعة والله الا عرفتوا، الصباح كامل عرفتوا راه بديت بكري، راه ديت بنتي مع 8 من 8 وانا في الصاله، ولكن عرفتوا راه ضربت تمارة. عرفتوا البنات دابا شنو صورت لكم قبيله، المخدات كاملين جمعتهم في ديك الميكه الكبيره، في الاخر لقيت انني خصني نحيد اللواط، خصني نخويهم من اللواط باش ناخذ داك الثوب البيض اللي كيكون في اللي كيكون مغلف في المخده، باش نديها ويزيد عليها ويدير لي مخده كبيره. قال لي من الاحسن تجيبي داك الثوب اللي عندك باش ما يضيع، حتى انا باقي عندي بيض ونقي زعما ما موسخ ما والو، بالعكس باقي عندي جديد. داكشي علاش ديتو ليه، ديتو للسيد باش يزيد فيه غير شويه ويقاد لي مخده كبيره. عرفتوا يا اختي بقيت نخوي في داك اللواط اللواط، عرفتوا راه هاد شويه هذا اللي شفتوه هنايا هذا راه غير اللي شاط ليا، اما ديك الميكه الكبيره دابا نوريها لكم عمرات كامله باللواط. تبارك الله داك اللواط يا اختي مخده وحده كتخرج لك فيها يا اختي اللواط، هزه المخده حقا كتحقريها كتقولي صغيره، ولكن تبارك الله كيعمروا داك كيصرعوا زعما داك تعمر المخده كتجي المخده واقفه. ايوا مهم هنا البنات راني جالسه كنضرب مع هذيك اللواط جمعته، قلت لكم الميكه الاخرى عمرات، وهنا هذا الشيء اللي بقى درتو في هاد الكاش، هادي الكاش الرقيقه صافي وحزمت حزمه كبيره وصافي وخليتها. وهنايا البنات راه عرفتو صورت معكم كنت كنحيد الطلاماط وكنخوي المخاد وكنهز وكنحط والو، ما تصورت حتى شي حاجه، ما عرفتش هذه المره الثانيه كيوقع لي هذا المشكل هذا، صورت ما لقيت حتى شي حاجه. مهم البنات صافي هنا كنت حيدت الطليمطاط، جمعت الكويطات راكم شفتوني حطيت داكشي حدا الباب، صافي كلشي كان محطوط تما، كلشي خرج اصلا ديك الساعه خرجنا كلشي مشى. صافي من تما الطابيسري نيشان اللي حيدتي دابا تتحيد راه مبقى والو والله الا مشي واش لا ميد. ايوا البنات كي قلت لكم قبيله علاش ما بدلتش الفراش ديال الصاله، لحقاش البنات خرجت لي اختي السنان، سناني اختي خرجوا لي من الجنب، خاصني نمشي نصاوب سناني ضروري 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 ضروري، هما الاولين البنات راكم عارفين هذا الوقت اختي، السمايل 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 هي كلشي، الضحكه اختي الضحكه، خاصني نمشي نصايبهم. وانتم تبارك الله ما شاء الله راكم عارفين شحال ولا السنان، عرفتوا غير السنه الوحده 50000 ريال اللي عرفتوا الزيركون راه معروف، وسيرتو القدام، القدام ما معاهش اللعب. كي قلت لهم البنات انا ديجا شحال هذه كنت دايره لي باك، ملي كنت دايره لي باك ملي درتهم عجبوني، واختي ملي عجبوني ما بغيتش نحيدهم، تنقول صافي تمشي غير نيطواي بدل ليا اللوين وهذا باش نرجع في حالاتي، ما بغيتش نحيدهم. وسوسه اختي راه خدامه كتاكل ليا في السنينات ديالي وانا ما عم جايبه اخبار ما عارفه ما والو. صافي دابا واش غنقول لكم دابا، صافي البنات هاد الويكاند زعما سمحوا لي زعما هاد الاسبوع هذا غنبدا عندي رونديفو ديال الطبيب وغادي نبدا السنان اختي، داكشي علاش شوفوا راكم عارفين البنات السنان غاليين. ايوا اختي سنينات هما الاولين، يا الصاله يا السنان، اكيد السنان سنانك اختي هما الاولين. عاد شوفي الصاله اختي، الصاله بعدا فيها مفرشه وهذا مهم. الصاله البنات راه صاوبت لها شي حاجه ما نحرقش لكم المراحل، صاوبت لها انا زادتها فركستها، لكن ما حرقوش المراحل اختي حتى الفيديو الجاي. قلت لكم البنات لان طاطره غير عطاتهم ليا ماما، وانا زدت شي حاجه عاوتاني، بدلت شي حاجه وزدت شي حاجه ونقصت شي حاجه، كاين اختي التغيير واخا هكاك راه حنا كنتقاتلوا. ايوا الحمد لله. وكي قلت لكم البنات صافي داكشي علاش فهمتوا ما درتش طلامط، راه نورمالمون كون ما كانش عندي سنان كنت غندير طلامط، كنت غندير شي طلامط زوينين صافي نحيد عليا الصاله، ولكن ماشي مشكل. صافي اختي السنان نمشيو نقادو سنيناتنا، هما الاولى هما الاولى هما الاولى، راكم عارفين اختي راه صافي هذا الوقت راه سنينات هما كلشي، انا نعاود لكم هما كلشي بكلشي. ايوا البنات كي قلت لكم راه نخمل، والله ما خملت ما قدنيش الوقت، صافي وليتي غير كنزرب 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 وانا ما كنحملش في الشقايه نزرب، كنبغي نجبد بلاصه ببلاصه، بقيت كنزرب صافي نقول حبس صافي غادي نجمع غير جمع العادي حتى الغد ليه ان شاء الله، وعاد نخملها نيت. لحقاش راجلي كان كيتسناني وانا غادي نتعطل عليه، وباقي ما لبست باقي ما وجدت باقي ما درت حتى شي حاجه، باقي واحد اختكم غير في الصاله، وحق الله العظيم اللواط خدا ليا بزاف ديال الوقت
والله الا خدا ليا الوقت بزاف، وراه حبست ومشيت جبت له جينه وجيت. ايوا هي هذيك قلت لكم صافي مشيت لبست عليا وخليت صافي خليت الدنيا مجموعه نتوما بحال هكا صافي خليتها هكا حيت كنت ناوي نحيد الحصيره ما كتبش فيها خير. صافي وغادي نديكم عند الطابيسري غادي تمشيو معايا. ها انا البنات هنايا كنشوف الشكالات كنشوف شنو عنده وكنصور لكم. ضربت لكم تشوف المحل ديالو كامل الطليبطات اللي عنده ديال الصاله ديال بيت الكلاص كاينين عنده شلات واشكال عنده بزاف ديال التشكيلات. ايوا يا البنات ومن هنا غنقول لكم اختكم راه خدات الريدو كومونديت الريدو صافي خديت العبارات عطيتو العبار صافي كلشي وهذا كلشي ناضي الحمد لله. والله الا فرحت الصراحه والله ما كنت ناويه ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو راه غنصب الريدو على اساس راه ما غنبدل ما والو. جات مرحبا بها اللي جات مرحبا بها ومن الخير والله الا من الخير وصافي. ايوا ما صافي من جاو الطليبطات حنا خيطنا ريدو ايوا قبل شي زربيه ان شاء الله. صافي هذا ما كان البنات هنا كنوريكم الطليبطات ديال الصاله عندو داكشي هماوي البنات هماوي اختي اختي عرفتي الطليبطات هادو بعدا هبلوني انا يحمقوني سطاوني. ايوا صافي البنات مني ساليت شغلي مشيت مع ماما الدار بقيت معاهم شويه جلسنا معاهم وهذا عاد طلعت للدار انا يجي في حالاتي باش نجيب العشيوه ديالي. صافي هنا دزت البنات غادي نصاوب كراتان ديال الدجاج بالبصيله والفلفله كيجي غزال 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 بنين. هادي كتفكرني في خالتي هاد الاكله هادي كنا كنمشيو عندها فاش كنا صغار كدير لنا بزاف كنحماق على هاد الكراتان بنين اختي بنين. صافي هنا درت لي بات عرفتو كندير لي بات كنقول بلاتي نزيد شويه لا باقي شويه لا خصني نزيد شويه غتقدش ما غتقدش. صافي هي هادي كانت عبار. صافي هنا درت لي بات الماء داجا سخون درت شويه المليحه وكندير خويه ديال الزيت باش ما كتعجنش نهائيا. صافي وغادي ندوز نصاوب قطع بصيله قطع شلط بصيله شلط فليفله غادي ندوز نطيبهم. درت شويه ديال الزيت باش تدخل ليا المقيله ونلوح هذيك البصيله والفلفله. عرفتوا الفلفله والبصله كيعطيو واحد الريحه في الدار الريحه كتشهي كتشهي البصيله والفلفله الريحه ديالهم غزاله ملي كيتلاقاو مع بعضياتهم. ايوا صافي درت شويه البليحه شويه الابزار وغادي نخلي ديك البصيله والفلفله تشحروا مزيان حتى يدبلوا. ولا صوص بيشاميل غنصاوبها راكم عارفين ديما كنشاركها معاكم. كندير جوج معلقات كبار ديال الزبده جوج معلقات كبار ديال الدقيق وكنبقى نحركهم مزيان كنزرب عليهم باش ما يتكركبش وكتزيدي شويه الحليب عشان كتخلطي عاد كتكبي نص سيترو كامل وكندير فيه شويه المليحه شويه الابزار وحكي حكيكه هكا صغيره ديال الكوزه الكوزه كتسرع البيشاميل كتعطي واحد لوكو خطير. صافي البنات خديت طريب ديال الصدر قطعتو طريفات صغيورين بحال هكا كتشوفوا وزدتو على ديك البصيله والفليفله. وهنايا البنات صافي راني خدامه غادي ندوز نوجد لاصوص بيشاميل راه قلت لكم الطريقه. وهذا ما كان البنات خليكم معايا ولو وصلتي حتى لهنا ديري لختك لايك 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 لا فيديو وبارطاجيه مع صحاباتك ولما كنتيش مشاركه في القناه مرحبا بيك دير اشتراك وفعلي الجرس باش يفوا نحط فيديو يوصلك. صافي هنا البنات كان الكراتان ديالي كلشي واجد صافي كلشي طايب. صافي غادي ندوز غير نستفو في المول. صافي كيف ديما كندير لي بات كنفزك شويه بلاصوص بيشاميل باش ما كتجيش ناشفه. صافي درت حطيت من فوق وزيت داك الدجاج من فوق لي بات ديالي وصافي وغنزيد طبقه ديال البيشاميل كامله هكا ونحك شويه ديال الفرماج احمر وهنا غنكون ساليت وغندخلها الفران طيب وخرجها باش نشاركها معكم. ومن بعد ما خرجت من الفران غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها كي كتجي من الداخل كتجي مليكه البنات وديك اللوغو ديال البصله والفلفله والدجاج يا سلام. ايوا بالصحه والراحه. صافي البنات هنا غنكون وصلت معكم النهايه ديال لا فيديو كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وخفيفه على قلوبكم وشكرا بزاف 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 ليكم على المتابعه ديالكم ليا يا احلى يا احلى يا احلى متتبعات.